الأسبوع اللي فات حصل معايا موقف حسيت ربنا قد إيه بيفرح الناس بالطريقة دي. كان ابني واخد العربية وأنا نازل يوم الحد معيش عربية وأنا مش غاوي أخد تاكسات يعني، لكن قلت هاخد تاكسي. فوقفت على ناصية الشارع لقيت واحد وقف لي لوحده تاكسي. أدخل يا بون. حاضر. أنت أبونا داوود؟ أه. عاوز أعترف. وبعدين خدنا السكة من روكسي للكنيسة. الراجل اعترف اعتراف محوشه بقاله سنين بمنتهى الصدق، وديته الحل. فحسيت انت يا رب معطل العربية منزلني في الساعة دي ومظبط الراجل في اللحظة دي عشان تديله الهدية دي. انت بتدلعه وبتدلعني. انت عاوز تدي غفران لواحد ما كانش عنده مشروع توبة في اللحظة دي، بس هو حس ان ربنا حط واحد في سكته عشان يتوب. لان ربنا يكثر الغفران، دي تعبير الكتاب. ربنا يحب يسامح، يحب. طب مهما كانت الخطيه، طب انت عندك الشهوه دي انك تبقى حاسس انك عاوز تخلص من الخطيه، يبقى الاعتراف سر جميل، سر مقدس. مش لازم نقول تفصيلات ولا لا، بس تبقى عاوز تطلع منها وتخلص.